مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة وحلقة مميزة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. مثل ما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجلا مميز، ومن زاوية رجال الأعمال الأكثر تميزا والأكثر تألقا ونجاحا، رحبوا معي بالأستاذ عمار صاحب مزنة للألبسة النسائية. بداية أسعد الله أوقاتك أستاذ عمار، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك حبيبي، شرفتونا. بالبداية إحنا تشرفنا فيك كثير وسعيدين جدا بتواجدنا هون داخل مزنة بالسطوة دبي. خلينا الآن نتعرف عليك أكثر ونعرف المشاهدين على حضرتك وعن بداية حياتك بموضوع البزنس، كيف بلش معك؟ تفضل. أول شيء نحن كثير يعني نرحب فيكم، إنه نحن الشرف لنا، شرفتوا، أهلا وسهلا فيكم. نحن هون بلشنا بالإمارات تقريبا يعني ببداية 2011. نحن جينا طبعا كانت تعرف الوضع عندنا بسوريا، اضطرينا أن نطلع نحن لهون على الإمارات. بلشنا هون بالإمارات، جينا على القرية العالمية. نحن أخذنا ستاند جناح بالقرية العالمية، بس بتعرف أنت مدة القرية العالمية 6 شهور، فهي خلصت 6 شهور. كان الوضع بالنسبة لنا جيد، ففكرنا أنه نحن نبقى هون بدولة الإمارات ونعمل شغل، يعني حبينا أنه نحن نستثمر ونشتغل هون، يعني ما حبينا نخلص ونرجع، يعني شلون. ففكرنا أنه نحن نفتح أول فرع، كان وقتها قلنا بالشارقة، فتحنا أول فرع بالشارقة وبلشنا، ولقينا الأمور الحمد لله جيدة جدا، يعني الحمد لله. بلشنا من الشارقة الحمد أول لله فرع لنا، وكانت بداية جيدة جدا الحمد لله رب العالمين. وبعدها طبعا الحمد لله يعني صار يعني الحمد لله انتقلنا لدبي، بعدها انتقلنا لعجمان، والحمد لله هلا هني حاليا 6 افرع، يعني نحن عندنا 6 افرع الحمد لله رب العالمين. طبعا الان ما شاء الله عنك استاذ عمار، خلينا ننتقل للسؤال الثاني اللي هو عن مزنة وخدماتها. شو بتقدموا خدمات للمجتمع الاماراتي وغير الاماراتي؟ هل هي خدمات مثلا البرودكت سوري المنتج يعني. وحبينا نطلعه للمجتمع الاماراتي او انت بتعرف هون كل العالم موجوده بالامارات طبعا، فخبرنا اكثر عن خدمات. هلا هي الخدمات، نحن بصراحه نحن البضاعه اللي عندنا اغلبيتها تركي، صناعه تركيه. احسن، اغلبيه البضاعه صناعه تركيه. يعني بصراحة أنا تقريبا عندي يعني كل شهر لازم أو كل 20-25 يوم بطلع تركيا بجيب بضاعة جديدة دائما. برافو عليه. طب نحن بضاعتنا أهم شيء هو نحن مننافس بموضوع السعر. يعني السعر والكواليتي كثير كويسة جدا جدا. هذا السؤال اللي بدي أسألك إياه. يعني نحن مثل ما قلت لك، نحن سعرنا يعني هذا مننافس فيه كثير، وجودة البضاعة، ويعني أول شيء طبعاً الزبائن بتجرب، يعني بتجرب المحل، بتجرب القطعة، بتجرب بتشوف، وعلى هذا الشيء نحن نجحنا فيه. نحن سعرنا كويس، قطعتنا كويسة، موديلاتنا كويسة كتير. نحن بشكل عام يعني عنا تنوع بالبضاعة كتير. صحيح، لأنه إحنا سمعنا بعض أراء الناس والكاستمرز خلينا نحكي بمزنة وكان إيجابي، وأخذته حصلته على تقييم 10 من 10. طبعا هذا شرف لنا إحنا كعرب خلينا نحكي، الحمد لله، ومن بلاد الشام. ونحن على فكرة يعني أغلبية يعني زبائننا، شفت أنت هون بدولة الإمارات في جنسيات طبعا كثير كاملة وفل، يعني فالحمد لله. يعني نحن عندنا الجنسيات العربية اوكي كلها كاملة، بالإضافة تخيل يعني نحن عندنا زباين من الهند، يعني في يعني كثير عندنا بمنطق بالفرع تبع البرشا في عندنا زباين، يعني كثير في أفارقة، هنود، في كثير يعني الحمد لله رب العالمين. أوروبيين في ايه طبعا طبعا. Hi, I'm Melanie and now I'm here in Al Musna shop. Every items here is good, lower price, cheap price, and this shop is located in Satwa, and they have also branches, different branches. Come and visit Al Musna Fashion so you can try also. Thank you. بدنا نعرف شو هي الأسباب اللي أدت لنجاح
مزنة وخلته من فرع لستة وإن شاء الله بنشوفه 10 قريبا. بصراحة هو يعني أول نحن ما فكرنا أنا هي مصلحتي من البداية بسوريا، أنا عندي نفس المصلحة بسوريا يعني، وحب وقت اللي جيت لهون حبيت أشتغل نفس مجالي يعني، حبيت أنه ضل بمجال الألبسة. فأي حدا بتقول له بقول لك هون يا الله أنت تفتح ألبسة ماركات، في ماركات كتير وفي منافسين وفي أسعار، فنحن قلنا لهم يعني نحن منفوت منبلش والباقي على رب العالمين يعني. أحسن. هيك بلشنا. أحسن. الحمد لله رب أحسن. العالمين أحسن. وهون يعني الحمد لله بدولة الإمارات أهم شيء أنه موضوع يعني القانون، يعني في تسهيل بالعمل، في تسهيلات كثير كويسة، تسهيلات كبيرة يعني، هن فاتحين لك مجال شو ما بدك ساوي شو ما بدك عمل طبعا القانون. ضمن القانون طبعاً. وضمن يعني القوانين الموجودة والحمد لله رب العالمين، وهن قوانينهم كتير كويسة وكتير حلوة وكتير بيشجعوا يعني لصالحنا كلياتنا طبعا، هن بيشجعوا كتير رواد الأعمال إنه هن يجي يبلشوا من هون، وفعلا الفرصة إذا طبعا طلعت من هون صدقني كتير كويسة يعني، والأمور الحمد لله رب العالمين الحمد لله. طبعا أستاذ عمار as experience person خلينا نحكي كونه أنت عندك خبرة طويلة في هذا المجال، أكيد تعرف كل بيزنس مان ناجح وطموح فيه له خطة للمستقبل، شو هي الخطة المستقبلية للأستاذ عمار؟ تفضل. يعني نحن الحمد لله رب العالمين، هلأ أنت قلت لي إن هن أنا قلت لك إن هن 6 أفرع يعني إن شاء الله هاي البداية يعني، لسه نحن ما بلشنا. أحسن والله يعني شو هالحماس ما شاء الله. فنحن هاي البداية لسه من يعني نعتبر حالنا هلأ بلشنا تمام صحيح. يعني هلأ بلشنا وإن شاء الله يعني في يعني إن شاء الله. إن شاء الله الله ولي التوفيق. من قناة ABC العربية بنتمنى لك التقدم والنجاح، وأكيد قريبا جدا حنشوف مزنة بأكثر من مكان في دولة الإمارات وأكثر من 10 فروع أنا متأكد قريبا إن شاء الله. إن شاء الله. الآن إحنا عايشين بدولة الإمارات الدولة الرائدة بالعالم على مستوى الأمن والأمان، على مستوى الرفاهية، البيئة الاستثمارية، إذا بدنا نعد ما راح نخلص، أكيد في شغلات أكيد. كثيرة هنا حلوة بالإمارات. بدنا رسالة شكر من مزنة كتيم ومن الأستاذ عمار كصاحب مزنة لشيوخ حكام دولة الإمارات، نتشكرهم على الأمن والأمان وعلى الدعم اللامتناهي. حقيقة شو ما حكينا وشو ما قلنا يعني ما بنقدر نوفي يعني شيوخ الإمارات وشعب الإمارات يعني عن جد إنه فتحولنا قلبهم، فتحولنا بلادهم، فتحولنا يعني، وموضوع الأمن والأمان يعني شغل كتير كويسة، وتعرف أنت يعني يعني الإمارات يعني هي أي حدا بيطمح إنه هو يجي يستثمر أو يفتح أو يساوي شغل هون يعني بالضبط. حلم تمام. فالحمد لله وهن فاتحين لنا المجالات يعني وعطينا تسهيلات وعطينا مثل ما قلت لك اللي المستثمر بيلزم اللي بيلزم طبعا يعني نحن الحمد لله رب العالمين يعني كانت الوجهة بالبداية انه هي على دولة الامارات، وكان يعني الحمد لله رب العالمين انه كانت الوجهة الصح الحمد لله حقيقة رب يعني. العالمين ونحن يعني وانا شخصيا بحب اشكر كثير شيوخ الامارات، الشيخ محمد بن زايد ونهني برئاسة الدولة طبعاً طبعاً والشيخ كل الاحترام الشيخ محمد بن راشد الله يطول لنا بعمره ويمد بصحته وعافيته يا رب، وشكراً يعني إلهم كثير أكيد. والحمد لله رب العالمين ولجميع شيوخ دولة الإمارات، شيوخ دولة الإمارات الله ينكي يعني الحمد لله رب العالمين، وشكراً كثير إلهم ولشعب الإمارات الطيب أكيد. نرجع من أكد هاي أهم شغلي إنه شعب الإمارات يعني كثير كثير طيب الخلوق الصداق يعني فعلاً. شكراً كثير حقيقة أنا بشكرك لأنه فعلاً رسالتك من القلب إلى القلب يعني أنا الإحساس وصلني وبتمنى يوصل للمشاهدين وشيوخنا الكرام حبيبي. لأنه دائماً على تواصل. الآن قبل ما ننهي برنامجنا حاب أخذ منك موقع مزنة وين إحنا موجودين بدبي، والأفرع الثانية فيك تخبرني وين بأي المناطق. إحنا في عنا بدبي بشارع الضيافة نعم موجود عندنا فرع، طبعا هذا الفرع جديد صار له 3 شهور تقريبا ما شاء الله ايات الرزق. عندنا فرع بالبرشا خلف مول الامارات فرع حلو. كويس كتير. عندنا بالشارقه بالسيتي سنتر الشارقه حلو. عندنا بالشارقه فرعين و3 افرع شارع الوحده جمال عبد الناصر والسيتي سنتر حلو. الشارقه حلو. وعندنا بعجمان بالرميله
جميلة واحد الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله مثل ما قلت لك هلأ بلشنا إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا كثير إن لك. إن شاء الله. حبيبي. طبعاً مشاهدين الكرام أرقام التواصل في أسفل الشاشة مع اللوكيشنات لمزنة. كلها بتلاقوها بأسفل الشاشة والويب سايت أيضاً. الآن بس لو تسمح لنا نأخذ جولة داخل مزنة محلات. نعرف المشاهدين شو البرودكت الموجود وشو الأسعار الحلوة والمنافسة في سوق دبي الضخم هذا. وشكراً لك مرة ثانية أستاذ عمار. حبيبي شكراً كثير لك. مشاهدين الكرام إلى هنا نختم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية وعلى السوشيال ميديا. دمتم بخير وفي أمان الله. شكراً كثير.